مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من حوار اليوم. 11 عاما مرت على بدايه الحرب في سوريا، تلك الازمه التي تسببت في معاناه هائله للمدنيين الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمه ومنهجيه وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان. فلقد اعلن مكتب التنسيق الشؤون الانسانيه التابع للامم المتحده ان 76% من الاسر السوريه غير قادره على تلبيه احتياجاتها الاساسيه. هذه النسبه تزيد 10% عن العام الماضي. وطالب مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه المانحين على الاستجابه بسخاء لنداء الامم المتحده الانساني بشان سوريا لعام 2022، خاصه بعد ان تسبب تدهور الوضع الاقتصادي والتاثير السلبي لجائحه كورونا في ضغوط هائله على العائلات السوريه التي لم يبقى لها شيء بعد سنوات الصراع، ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. حول الوضع الإنساني في سوريا وأحوال اللاجئين السوريين بيدير حوارنا النهاردة مع ضيفي الكبير في الاستوديو، الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. خلينا في البداية نطلع تقرير، بعد هذا التقرير نفتح هذا الحوار فيما يخص أزمة اللاجئين السوريين بعد 11 عاما فيما يعرف بالثورة السورية. فابقوا معنا. مع دخول الصراع السوري عامه 11، أصبحت حياة السوريين بمن فيهم ملايين اللاجئين في البلدان المجاورة أسوأ من أي وقت مضى. ظروف قاسية يمرون بها ولا تؤثر على الاحتياجات الإنسانية الأساسية فحسب، ولكنها تعرض صحتهم النفسية أيضا لخطر بالغ يهدد حياتهم. حسب آخر تقارير الأمم المتحدة، باتت سوريا تصنف الآن بين أكثر 10 دول على صعيد العالم تواجه انعدام الأمن الغذائي، كما أن هناك نحو 12 مليون شخص في سوريا يعانون من نقص الغذاء، وأن مزيدا من السوريين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية حاليا أكثر من بدء الحرب في البلاد عام 2011. التقرير أشار أيضا إلى أن 16 مليون و600 ألف سوري من المتوقع أن يعتمدوا على المساعدات هذا العام، وذلك بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 32% مقارنة بالعام 2020. ويرجع ذلك لعدة أسباب، أبرزها انخفاض مستوى الاقتصاد السوري وارتفاع التضخم. الظروف المناخية لم تكن أكثر رحمة على السوريين، خاصة النازحين واللاجئين، حيث يعاني الملايين داخل المخيمات من أوضاع شديدة القسوة بسبب تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ما تسبب في إغراق وانهيار مئات الخيام وتشريد آلاف الأسر النازحة بالأساس ليجدوا أنفسهم في مواجهة الموت الذي فروا منه في بلادهم. ورغم تلقيها 46% فقط من الأموال المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021، لا تزال سوريا واحدة من أكبر الاستجابات الإنسانية في العالم. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيفي الكبير الكاتب الصحفي الاستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ صلاح، بعد 11 ساعه من الحرب في سوريا، كيف ترى الوضع الانساني خاصه مع يعني جائحه كورونا التي يعيشها العالم؟ يعني هو قبل ان نتطرق الى الوضع الانساني الان، يعني نلفت النظر او نوضح بعض الأرقام التي تعد أو دلالة على ما كان عليه الوضع في سوريا والوضع الراهن. الحرب التي بدأت زي ما حضرتك تفضلت في عام 2011 واستمرت لمدة 11 سنة أدت إلى سقوط 400 ألف قتيل، إلى جانب فرار 5.5 مليون لاجئ من
سوريا إلى الدول المجاورة أو الدول الأخرى. إذا ما علمنا تعداد الشعب السوري هو يتراوح ما بين 17 مليون إلى 18.5 مليون نسمة. يعني تقريبا تلت السكان. بالضبط، فلك أن تتصور حجم الكارثة التي تعاني منها سوريا الآن، إلى جانب أنه سعر الليرة السورية كان لا يتخطى عتبة 50 ليرة للدولار الواحد. النهاردة سعر الدولار تجاوز 3800 ليرة سورية. فلنا إذا ما قارنا هذه الأرقام لنا أن نحكم على الوضع الإنساني والمعيشي. سوريا كانت مكتفية ذاتيا قبل وكانت يعني لها يعني صدارة في صناعة المنسوجات وحققت اكتفاء زائف من القمح والأغذية والمنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية وحتى بعض المنتجات التي تتميز بها سوريا وكانت أسعارها زاهدة للغاية. يعني المسألة ان الوضع المعيشي والوضع الاجتماعي والوضع الانساني الان تفاقمت الظروف بشكل لافت حتى داخل المدن البعيدة عن العاصمة، كما تعلم ان معظم العواصم تكون فيها الاسعار غالية نسبيا اذا ارتفع بالمدن البعيدة عن مراكز العواصم. فالوضع الانساني والمعيشي الان اصبح مترديا للغايه، هناك طوابير على الخبز للمره الاولى في تاريخ سوريا، لم تكن سوريا تشهد مثل هذه الطوابير من قبل، الى جانب الطوابير على محطات الوقود لتزويد السيارات بالوقود. هذه دلاله على مستوى المعيشه التي يعني تمر بها سوريا الان. خليني بس استاذ صلاح، يعني هذا الوضع يعني الغير انساني بالمره، يعني نحن نتحدث عن تدخلات دوليه ايضا، يعني اذا كنا نتحدث عن حرب يعني بدات بثوره وبمطالب عادله كما يقال ثم انتهت الى صراع داخلي بين يعني طوائف وبين احزاب وبين قاده سياسيين وقاده من الخارج. يعني الان سوريا شبه دوله محتله، يعني هناك تدخلات اقليميه كبيره في سوريا، هناك تدخل ايراني، هناك تدخل امريكي، هناك تدخل روسي، هناك تدخل تركي، هناك تدخل خليجي ايضا في سوريا. وخلينا اتكلم على كان هذا الكم من التدخلات وتاثيره ايضا على الوضع الداخلي السوري. بالضبط زي ما حضرتك قلت، هو الوضع السوري هو تشعبت التدخلات، هو تم استغلال الثورة السورية كما استغلت الثورات التي شهدتها المناطق العربية، وتم إساءة استغلالها وقفز البعض على هذه الثورات لمحاولة توجيهها لتحقيق أغراض إقليمية أو أغراض دولية. يعني في البدء زي ما حضرتك تفضلت كانت هناك طلبات مشروعة للشعب السوري، ثم بعد ذلك تطور الوضع وتطور الأمر إلى ما شاهدناه جميعا، وتدخلت قوى إقليمية وقوى دولية وقدة، وحتى بعض القوى التي لديها مصالح في الإقليم وبعض المصالح في داخل هذه المنطقة تدخلت بشكل أو بآخر. هناك تدخل من جانب القوى التي ذكرتها حضرتك، تركيا وروسيا وامريكا، حتى يعني هناك الان القوات الامريكيه المتواجده في شمال شرقي سوريا تحديدا. كانت هذه المنطقه شهدت بعض الاستقرار النسبي في عقاب التدهور الذي شهدته سوريا، لكن منذ فترة بسيطة منذ 3 أيام تقريبا حدثت هناك بعض التوترات مرة أخرى، والقوات الأمريكية المتواجدة ساندت القوات التي يعني تعارض الحكومة أو تعارض النظام، وسقط 4 قتلى تحديدا منذ يومين. خلينا بس برضو تثمينا أو استكمالا لرؤية ضيف الكبير، خلينا نقول القوات الأمريكية تحتل أحد أبار النفط في شمال العراق. بالضبط يعني وده يعني شيء بالضبط يعني فتركيا لديها مطامع في بعض المناطق في سوريا، روسيا ايضا لديها مصالح في هذه المنطقه، الحرب الاوكرانيه الروسيه انعكست كل ده بيؤثر على وضع اللاجئين بالتاكيد. بالضبط، يعني وضع اللاجئين سواء في المحيط من هذه المنطقه، سواء دول الجوار لسوريا، سواء الاردن او لبنان تحديدا او العراق، الاوضاع اللاجئين السوريين مزريه للغايه. يعني ناهيك عن اوضاع اللاجئين في تركيا او على الحدود الذين حاولوا الفرار الى اوروبا املا في يعني حياه افضل، لكن اصطدموا بالواقع الذي تشهده هذه المناطق ومحاوله منع هؤلاء من العبور عبر تركيا الى اليونان، ويعني هناك مآسي انسانيه بالفعل. استاذ خلينا نتكلم هنا على يعني ازمه اللاجئين السوريين، وخلينا نتكلم على يعني
بالتأكيد يعني إذا أخذنا مثال الدولة المصرية، الدولة المصرية ليس بها لاجئين، كلهم عرب وكلنا إخوة، نرحب بهم، لهم يعني ما لنا وعليهم ما علينا يعني، وده واضح سواء كان من اليمن أو ليبيا أو حتى أي دولة عربية يعني، إلى أن شاء الله يعني الإصلاح في بلادهم يعني. وأنا أتكلم على دولة زي تركيا يعني تستغل ورقة اللاجئين مرة بالابتزاز المالي، يعني حسب الاتحاد الأوروبي رصد 6.5 مليار يورو كمساعدات لتركيا للاجئين. يعني هذه الأموال يعني هل هي تذهب إلى اللاجئين، خاصة أنك حضرتك أشرت إلى مسألة الابتزاز السياسي الذي تمارسه تركيا على الحدود، فهي تلوح وتهدد دول الاتحاد الأوروبي بأنها سوف تترك اللاجئين يعني يتحركوا في أوروبا يعني هذه الأموال أين تذهب يعني؟ هو حضرتك يعني تطرق لنقطة مهمة للغاية، هو أن مصر لا تعتبر هؤلاء لاجئين. المواطنين السوريين الموجودين في مصر شأنهم شأن المواطنين العرب الموجودين على الأراضي المصرية، الذين يقدر عددهم بحوالي 6 مليون مواطن يعيشون جنبا إلى جنب مع أشقائهم المصريين، يلقون نفس المعاملة، يتمتعون بنفس الحقوق تقريبا، نفس الواجبات عليهم، يكونون مشاريعهم الاقتصادية والخاصة بمنتهى الأريحية. أيضا المواطن السوري تاريخيا له يعني احنا كنا دولة واحدة في وقت من الأوقات، الجمهورية العربية المتحدة، فالمواطن السوري لا يشعر، وانا يعني التقيت ولدي اصدقاء من المواطنين السوريين، وطبعا حضرتك لديك اصدقاء تجربة ناجحة وتجربة يعني متميزة للغاية، يجب ان تحترم يعني متأكيد. في ان هم يعني عاشوا اندمجوا في المجتمع واقاموا علاقات مع المواطنين المصريين، وشأنهم شأن المواطن المصري. لكن اللاجئين في معظم أنحاء العالم سواء من سوريا أو غيرها يتم استغلالهم واللعب على قضيتهم، كما حضرتك تفضلت أن تركيا حاولت استغلال هذه القضية في تصدير أزمتها مع المجتمع الأوروبي والمجتمع الدولي. يعني الابتزاز الذي يمارس استغلالا لهذه القضية والتلويح بأنه سيتم فتح الحدود التركية مع اليونان تحديدا للسماح بمرور هؤلاء في محاولة لتهديد أوروبا، وأنه لو لم تقدموا المساعدات لتركيا سيتم فتح الحدود ومنح هؤلاء الفرصة لتهديد المجتمع داخل أوروبا. المجتمع الدولي سارع إلى تقديم أكثر من 6 مليار دولار، لكن لم يحصل هؤلاء على شيء من هذه المساعدات، لكن تم إساءة استغلالهم والتلويح بإعادتهم مرة أخرى واستخدامهم سياسيا مرة أخرى لمحاولة توطينهم في مناطق لا تخضع لهذه القومية أو هذا العرق. فمحاولة أن يتم تسييس هؤلاء واستغلالهم لإقامة تجمع طائفي لخدمة الأغراض سواء الأغراض الإقليمية أو أغراض الدولة التركية في سوريا، أعتقد أنه يعني تم استغلال هؤلاء بشكل سواء في التلويح بالابتزاز عبر أوروبا أو إعادة توطينهم في مناطق ليست يعني تابعة له. خليني نأخذ برضو لمسألة العقوبات الأمريكية يعني، وهل من العقوبات الأمريكية يعني هل هي لها بعد إنساني أم أنها يعني لا يعني بعد سياسي أكثر منه إنساني؟ عندما تلوح أمريكا بالعقوبات يعني شفناها حتى في الأونروا وأمور كثيرة جدا يعني، أيام ترامب يعني يمكن الوضع يعني اختلف مع إدارة بايدن الديمقراطية. وأنا أتحدث هل تلويح العقوبات الأمريكية له بعد سياسي أم أنه يعني له بعد إنساني خاص باللاجئين بتحسين مستوى المعيشة بي؟ لا، هو للأسف يتم توظيف كل القضايا الدولية سياسيا للأسف الشديد. البعد الإنساني غائب تماما عن يعني السياسة الخارجية سواء للولايات المتحدة أو للأمم المتحدة، لأنه البعد السياسي واضح. لو حضرتك يعني تذكرنا أو رجعنا فلاش باك للوراء، الحرب الأمريكية على العراق لم تكن مبررة بالمرة، والمجتمع الدولي يعني عارضها، الأمم المتحدة لم تصدر قرارا بغزو دولة أخرى، لكن مع ذلك سمحت الولايات المتحدة مبررة يعني على اعتبار ما دي من مهازل السياسة الدولية يعني. عندما أنا يعني تعتبر العراق الذي تبعد آلاف الأميال عن أمريكا مهددة للأمن القومي يعني
لدينا عن مواقف النهاردة بين أوكرانيا وروسيا. يعني لنا أن نتذكر ما حدث للعراق، المجتمع الدولي بأسره عارض الغزو الأمريكي، وجورج بوش لوحده مع الإدارة البريطانية هما اللذان تبنوا فكرة الغزو الأمريكي على العراق. فالرؤية هنا، طب ما هي دي دولة لها سيادة وأوكرانيا دولة لها سيادة، فالرسالة توظيف سياسي لغرض تحقيق مصلحة ما. وبعدين يعني تكشفنا ما حدث ودمر العراق بالتأكيد بالتأكيد، خاصة يعني هي مش عايز أقول هي سياسة الغاب، يعني هي الأقوى، البقاء للأقوى. يمكن أنا قلت برضو يعني استكمالا لرؤية الأستاذ صلاح أن يعني كوبا التي كانت في أمريكا الجنوبية عندما تم يعني فيما يعرف بأزمة خليج الخنازير توقفت أمريكا الشمالية أمام ذلك، يعني مش موضوعنا ما تفتحش على لكن هو الوضع السياسي الدولية متشعبة، وإذا ما قارنا يجب أن نقارن حتى نتعلم يعني نستخلص الدروس والعبر، لأن المجتمع الدولي مجتمع تغيب عنه العواطف، لا لا خالص، المصالح هي المحرك لكل لكل السياسات الخارجية للمجتمع الدولي، ويجب أن تكون دولنا قوية بما يكفي حتى تستطيع مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه، ولنا فيما يحدث حولنا من عرب. فإذا ما استخلصنا دروس الماضي يجب أن ننظر نظرة يعني متأنية للمستقبل حتى نستطيع أن نتبين خطواتنا. هنا أستاذ صلاح تأخذنا لمسألة هامة جدا، يعني وهي بقى يعني الأمم المتحدة وما يسمى بمجلس الأمن، اللي للأسف يعني عندما يتم تفعيل البند مش عارف السابع من مجلس الأمن فهو لا يفعل إلا ضد العرب، عندما تفعل قوانين خاصة لا تفعل إلا ضد العرب، وأنا أتكلم على المؤسسات الدولية ودورها مش هقول بقى الإنساني، خلينا نقول السياسي ونحط تحتيه الإنساني، يعني لأن أنت حضرتك قلت المسألة كلها سياسية، يعني أين دور الأمم المتحدة ومنظماتها الأونروا ومساعدة اللاجئين واليونسكو واليونيسيف، على اعتبار أن هناك أصلا حتى يعني نقدر نقول معالم ثقافية وحضارية تم تدميرها كمان في سوريا أو سرقتها. بالظبط، يعني هو حضرتك يعني احنا اصل كل النقط دي تحتاج الى حلقات لمناقشه القضايا التي اثرت فيها، لكن مساله الامم المتحده يجب ان يعني ننظر الى تاريخ بدء وانشاء الامم المتحده. الامم المتحده نشات يعني لتخلف عصبه الامم المتحده بعد في عقاب الحرب العالميه الاولى كما تعلم، بعد كده جه هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية حتى يعني تتخلص من التشوهات التي كانت موجودة في عصبة الأمم المتحدة. وبعد كده لو تتبعنا الدول الخمسة الكبار ونظام الفيتو أو نظام الاعتراض، هما اعتبروا نفسهم هما المحور الذي انتصر في الحرب العالمية الثانية وفرض السطوة. يعني احنا لما كنا بندرس في القانون الدولي في الجامعة كان دايما القانون الدولي أو القانون الدولي يفرضه القوي، يعني ليس موضوعا لخدمة الضعيف، هو موضوع لخدمة أجندة الطرف القوي. فالقانون الدولي عندما وضع هو وضع لهدف تحقيق مصالح الدول الكبرى التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية. إذا ما تتبعنا نتائج الحرب الأوكرانية الروسية الآن، يعني أسباب هذه الحرب متشعبة أيضا تخضع لهذا المنطق الذي نتحدث به. مسألة أنه القطب الواحد أصبح الآن يواجه باعتراضات من جانب بعض القوى الكبرى أو التي بزغت ومنها الصين وروسيا، خاصة في ظل عدم وجود عدل وفي ظل عدم وجود احترام للقوانين الدولية، يعني ودي مسألة في منتهى الخطورة. خليني معايا دكتورة غادة جابر أستاذ العلوم السياسية بجامعة سويس. دكتورة غادة مساء الخير. يمكن ضيف الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، وحديث عن ازمه اللاجئين السوريين بعد 11 عاما من الحرب في سوريا، وكان حديثه ان للاسف يعني ازمه اللاجئين السوريين مع انها ازمه انسانيه ولكن تبقى السياسه هي الغطاء الاشمل والاعم، وبنتكلم هنا على تدخلات اقليميه سواء تركيا، العراق، ايران، بعض دول المنطقة، امريكا في سوريا. وهنا السؤال، هل هذه التدخلات الاقليمية داخل سوريا يعني ساعدت او جعلت الازمة الانسانية في سوريا اكثر يعني اكثر قوة؟
الأزمة الإنسانية في سوريا مستمرة يعني، ولم يأتي أي تدخل خارجي بثمار ملحوظ لحل أزمة اللاجئين في سوريا، بل بالعكس يعني احنا كنا لسه بنتكلم من أيام قليلة عن أزمة الثلج وأن عدد كبير من السوريين الأطفال والنساء الأبرياء يعني توفوا بسبب الثلج والبرد القارس في سوريا والمخيمات الغير أدمية التي يلجأ إليها اللاجئين والعيش فيها في سوريا. واعتقد ان التدخل الغربي لم ياتي ثماره باي شيء في ازمه اللاجئين سوريا، بل بالعكس بتتفاقم الازمه يوما بعد يوم، والمنظمات الدوليه المعنيه بذلك والتي تختص بشؤون اللاجئين يعني بتعرض وبتفرض ان هي مسؤوله عن ملايين من امثال هؤلاء اللاجئين في مختلف يعني الاماكن في العالم، فهي بتقول ان الشان السوري شانه زي اي مشكله للاجئين حول العالم، فبالتالي بتوفر لها الجزء المحدد اللي هي تقدر توفره، لكن في نفس الوقت المشكله قائمه ولم يجد اللاجئين المأوى الامن الذي يستطيعون ان يحتفظوا بهم كحقوق اقل حقوق الانسانيه لهم يعني. تمام، خليني هنا دكتوره غاده اتكلم على يعني المنظمات المجتمع المدني ودورها، الامم المتحده والمنظمات الانسانيه في مساعده اللاجئين السوريين. ويمكن ضيف الكاتب الصحفي الاستاذ صلاح مقاوري اتفق معايا ان الدوله المصريه دائما يعني لها دور انساني ودور عروبي وقومي، نحن نتعامل مع اكثر من 6 مليون ضيف عربي نتيجه نزاعات داخليه على الارض المصريه، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وهنا اتكلم على الدور، دور المجتمع المدني، المنظمات الدوليه في مساعده هؤلاء اللاجئين خاصه في ظل هذا الطقس الفظيع واللي حضرتك اتكلمت فيه. وجدنا بالفعل عدد من منظمات المجتمع المدني سعت الى حل هذه الازمه للاجئين سوريا، وكان هناك يعني كان هناك شخصيه عربيه اخذت يعني هيمنه كبيره على السوشيال ميديا عندما اراد ان يجمع عدد معين ومبالغ معينه لمساعده اللاجئين في سوريا، فاعتقد ان المجتمع المدني بيسعى الى حل هذه الازمه، لكن طبعا هو مش هيوصل لحل ان هم فعلا يوفر لهم الملاذ الامن. لكن بالنسبه للدور المصري يعني احنا دلوقتي بنشاهد حرب روسيا واوكرانيا، ووجدنا ان الاوكرانيين ايضا اصبحوا هناك اكثر من 500,000 لاجئ اوكراني، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه بتتحدث عن حقوق الانسان. لو هنتكلم بقى عن الدور المصري، فمصر هي يعني بتشيد يعني نقدر نشيد بدورها فعلا في حقوق الانسان، عشان يعني ما حدش يتكلم على دور المصري في حقوق الانسان. يعني زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي ان مصر تحتوي ملايين من الدول المختلفه سواء العربيه او غيرهم داخل مصر، وبيعيشوا عيشه كريمه، بيقدروا ان هم يكون لهم سكن وعمل ومدارس، وبيوفر لهم يعني كل اللي متوفر للمواطن المصري متوفر للاجئين او للناس اللي هم غير مصريين اللي عايشين في مصر. فبالتالي يعني مصر تنشرك بهذا الامر في العالم كله، وبنقدر نقول ان الدور المصري قوي جدا كحمايه لحقوق الانسان وتنشرك بهذا الدور، واعتقد يعني دي حاجه نقدر نشيد بها للدور المصري في الايام اللي احنا بنشاهدها يوما بعد يوم في الازمات الحروب سواء على المستوى العربي او المستوى الغربي. بالتاكيد يعني مساله حقوق الانسان يعني الذي يتشدق بها الغرب كل شويه يعني بقت مساله كده يعني ليس لها داعي، يعني بالتاكيد هي تستغل سياسيا للتاثير على بعض الدول، ولكن يعني ما عادين يقتلوا في الناس يعني. بشكرك دكتوره غدا جابر استاذ العلوم السياسيه بجامعه السويس، شكرا جزيلا على هذه المداخله. خليني هنا يعني اكثر من مبعوث اممي لحل الازمه في سوريا ومؤتمرات وتصريحات وهنا يعني بشكل عام، يعني هل الأزمة السورية في سبيلها إلى الحل؟ خاصة إن أولا الأمور طولت قوي، مش عايز بقى أتكلم إن سوريا التي يعني كانت زي ما حضرتك أشرت دولة لها سيادة واقتصاديا في حالة اكتفاء ذاتي واقتصاديا في حالة تجارة وفي حالة رواج الآن بقت مستباحة من كل القوة. يعني هل هذه الأزمة سوف تستمر كده؟ أليس في الأفق بوادر حل لهذه الأزمة؟
لا، هو في الوضع الراهن والوضع القائم نتيجة تداخل العديد من العناصر في الأزمة السورية، على رأسها الأطماع، مش الأطماع بس، الأجندات الخارجية التي لديها مصالح في هذه المنطقة. أولا هي أخرجت العراق من ساحة العمل العربي المشترك، أخرجت سوريا، أخرجت ليبيا، أخرجت اليمن، أخرجت السودان، أخرجت الكثير من البلدان العربية، وكانت تسعى إلى إخراج القوى الكبرى في هذه المنطقة، وكانت يعني التهديدات واضحة لإخراج مصر باعتبارها هي ركيزة الأساسية لهذه المنطقة من يعني معادلة توازن القوى الموجود في المنطقة. فمسألة إنه سوريا يعني الأمر سيشهد استقرارا قريبا، أعتقد إنه الموضوع سيطول بعض الشيء، لأنه تداخل المصالح والأجندات الإقليمية والدولية الموجودة على هذه المنطقة أصبحت واضحة يعني للغاية. المصالح أيضا سواء مصالح عربية أو مصالح إقليمية تهدد التوصل إلى حل وإلى نتيجة لاستقرار الأوضاع. يعني زي ما حضرتك قلت المبعوث الأممي جير بيدرسون بس هتكلم دلوقتي بيقول يعني يعرب عن قلقه من تأثير الصراع حول أوكرانيا على حل الأزمة السورية. وهنا برضو يعني برضه عشان برضه تبقى السؤال متكامل او الرؤيه متكامله، خاصه نحن نتحدث عن وجود قواعد عسكريه في سوريا للقوات الروسيه يعني، والان الغرب يعني بكل بقى سلطاته بالمحايدين وعدم وسويد وسويسرا وفنلندا، كل الغرب يعني واقف وقفه يعني امام روسيا يعني. بالزبط. هل يؤثر الوضع الروسي في سوريا في هذه الأزمة؟ هو ليست قواعد روسية فقط، هناك تواجد للقوات التركية على الأرض السورية الشمال، تواجد للقوات الأمريكية على الأراضي السورية، وإن كانت يعني عددها أصبحت قليلة، لكن هي تتحكم في يعني مفصل رئيسي زي ما حضرتك قلت، هو يتحكم في بئر من آبار النفط التي يعني بإسرائيل يعني. بالضبط. وانه في فتره من الفترات كان هذا النفط يتم تهريبه لصالح يعني بعض الاطراف الاقليميه تحت اعين القوات الامريكيه الموجود. فمساله انه وجود القوات الاجنبيه على الاراضي السوريه موجود، في قاعده روسيه في منطقه احميميم ايضا موجود، تواجد القوات التركيه موجود على الارض وتتحكم في القرى التي تحولت اللغة فيها من اللغة العربية إلى اللغة التركية، بعض النقاط المرور في هذه المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية لا يمر عبر هذه القرى، العلم التركي مرفوع على الأراضي السورية، على المدارس الموجودة، على المستشفيات اللي موجودة في هذه المنطقة ومناطق سورية. فالمسألة هناك احتلال واضح لبعض المناطق من هذه القوى. تأثير الأزمة العالمية الدولية الآن على الوضع، خاصة في وجود قواعد روسية هي موجهة يعني، أو خلينا أقول هي في أمام أوروبا يعني، هي في المنطقة اللي موجودة، لأن روسيا تاريخيا تبحث عن المناطق الدفيئة لأسطولها زي ما حضرتك تعلم. هذه المناطق حاولت إقامة قاعدة في اللاذقية وفي ليبيا، لكن في بعض المناطق الغرب يعني توقف عند ذلك وحاول منع القاعدة الروسية التي كانت ستقام في ليبيا تحديدا، في الشرق الليبي، في الشرق الليبي. فالمسألة انه في تهديدات فعلية للحرب في روسيا بين روسيا واوكرانيا دلوقتي تنعكس سلبا على الاوضاع الموجودة في سوريا وفي الاوضاع المنطقة الموجودة في المنطقة. فمسألة البعد الدولي والبعد الاقليمي والتداخل اللي موجود في العالم وانعكاسه سواء على سوريا او دول المنطقة سيكون لها انعكاسات سلبية، سواء انتهت هذه الحرب الى ما تنتهي عليه، سواء حلت الازمة بين اوكرانيا وروسيا او لم تحل، ففي انعكاسات ستكون موجودة على العالم كله. بالضبط. خلينا نتكلم على الجولة السابعة يعني، سبعة وممكن نبقى السنة الجاية نقول التامة أو التاسعة يعني، للأسف يعني للجنة الدستورية السورية 21 مارس. المتوقع يعني
متوقع ان زي الدوله السابقه يعني زي حضرتك الدوله السادسه كانت موجوده يوم 22/10 بين الفصائل المعارضه والحكومه والمجتمع المدني. كانت عدد المشاركين في هذه الجوله 45 عضو منقسمين بالتساوي بين الثلاثه، لم يتوصلوا الى حلول. تباينت المواقف والتصريحات في عقاب هذه الجوله. كانت هذه الجوله محورها صياغه مسوده للاصلاح السياسي. هناك اربع قضايا رئيسيه كانت موجوده على اجنده هذا البحث. في بدايه الجوله السادسه التي عقدت في جنيف كان هناك تصريح لافت لجير بيدرسون، قال انه في تقدم في المفاوضات، لكن في النهايه لم يتوصلوا الى اي اتفاق، وبرضه جمدت ولم يتم حتى التوافق على موعد للجوله السابعه. لو افترضنا يعني املا ان لو في حاله التوافق على دستور، هل دي تبقى بداية حل المشكلة؟ ما هو في تباين واضح، ما في ما خلاص ما هو 7 يبقى 8 9 في قضية رئيسية في الموضوع ده لو يعني ناقشناها بمنتهى الحيادية ومنتهى الموضوعية يعني لنا أن نتباين حجم الأزمة، لأنه مسألة المعارضة في الجولات الستة لم تشكل من فصيل، لكن اختلفت الاوجه اللي معارضه لها مصدر بقى، في معارضه مسلحه وفي معارضه سياسيه. فمساله التوافق على اعضاء اللجان او المعارض في كل جوله يتم التباحث واختلاف الافكار، يعني كل جوله بيجيبوا لنا ناس جديده فمساله انه يتم التوافق حتى بين المعارضه بعضها بعض مستحيل، لان المساله فيها حسابات اخرى غير صالح المواطن السوري. فمسألة التوصل إلى حلول سواء الجولة السابعة وزي ما حضرتك قلت الجولة التاسعة والجولة الخمستاشر هيتم التحاور حول نفس النقاط ولن يتم التوصل إلى حلول. من الأمور اللي هذكرها التاريخ يعني سوف يتوقف عندها كثيرا، يعني بداية من غزو العراق، مرورا بالسماح للناتو بضرب ليبيا، ثم أخيرا تعليق مقعد سوريا في جامعة الدول العربية. هل هناك من عودة، خاصة أن هناك بعض الدول الإقليمية الموجودة بشكل رئيسي في الملف السوري يعني أثبتت مرونة وزيارات، لا داعي لذكر أسماء هذه الدول، ولكن هناك زيارات متبادلة هل هناك عودة لمقعد سوريا في جامعة الدول العربية كبداية يعني أولى لحل حالة الأزمة؟ كان في انفراجة في الموضوع ده في فترة من الفترات، خاصة مع زيارة وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد لسوريا والتقاء الرئيس الأسد. أعتقد إنه القمة التي ستعقد في الجزائر في الربع الأخير من العام الجاري كانت هناك زيارات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم بحث هذا الموضوع خلال هذه القمة. أيضا الرئيس تبون توجه إلى الخليج، التقى على الأجندة الجزائرية خلال هذه القمة. الجزائر تحاول أن تجمع سوريا في هذه القمة، أن يكون هناك مكان لعرض القضية السورية، وهناك محاولات إعادة سوريا إلى المقعد. هل ممكن أن نرى سوريا في ده إذا عقد اللقاء، يعني إذا عقد القمة العربية في 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 في, في الجزائر، وهناك ضغوط حساسة سواء من جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومن جانب الرئيس المصري فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثلت هذه الجهود حتى في اللقاء المشترك الذي عقد في الكويت، يعني باعتبار أن الكويت هي من دول الخليج اللي لها يعني ثقل ولها يعني ما يمكن أن نطلق عليه يعني علاقات متوازنة أو متوازنة مع كافة الأطراف. يعني هل سوف نشهد وجود سوريا في ولا هناك امل نتمنى؟ يعني نأمل، لا نستطيع ان نجزم بذلك، لانه الاجنده العربيه مثقله يعني قد كلها كل القمم غير استثنائيه. بالظبط الواحد من امه وعلى دنيا كلها قمم غير استثنائيه. يعني الاجنده او عوده مقعد سوريا اصبح ملحا الان، يعني في ضوء يعني التشرذمات التي يشهدها العالم العربي، واصبح الان العالم العربي مهدد بالفعل، بالتأكيد يعني سيتم تغيير هويته، خاصه بعد الازمات المتلاحقه التي تشهدها المنطقه في ليبيا او في سوريا او العراق. هو في ازمات غير عندنا؟ ما فيش ازمات غير عندنا، لا دلوقتي في ازمات في اوكرانيا وروسيا. فالمساله يعني اصبح الان هناك تهديد وجودي للعالم العربي بالفعل. تغيير الاجنده العربيه وتغيير الثوابت العربية
اصبح الان يعني لم تعد القضيه الفلسطينيه على راس اجنده مجاني دي بالضبط يعني. فالمساله اصبحت الان هناك اجندات مختلفه داخل المحيط العربي للاسف بعد ان كان العنوان اللي كنا نسمعه دائما يعني ومساله السلام خيار استراتيجي والكلام ده والسلام مقابل الارض، دلوقتي السلام مقابل الاقتصاد والاقتصاد كله في اسرائيل طبعا. يعني خليني اخيرا استاذ صلاح اتكلم، يعني هل هناك خطوات يجب ان يتخذها النظام السوري لاثبات حسن النيه للعوده الى للعوده عربيا بشكل او باخر؟ طبعا يعني النظام السوري يعني يجب ان يكون لديه النيه اولا ولديه حلول ولديه اجنده واضحه للعوده، خاصه بعد ان يعني كان هناك الكثير من يعني نقدر نقول الـ 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 الملاحظات على اداء النظام خلال السنوات الاخيره من بعض التدخلات في القضايا الاقليميه، ومنها طبعا لبنان، القضيه اللبنانيه كان واضحا فيها التداخل السوري في الاعوام الاخيره بالضبط. يعني فالازمه السوريه الان يجب ان يكون هناك نيه حقيقيه ورغبه حقيقيه في حل القضايا الجوهريه، ويعني مش هنقول اثبات حسن النوايا لانه تاريخيا سوريا كانت يعني جزء اصيل من المحيط العربي وكانت يعني قوه العربي قوه اساسيه في هذا الامن القومي العربي الى جانب الدول العربيه الكبرى يعني التي كانت لها باع طويل في الحفاظ على الامن القومي العربي. الان اصبح الملف السوري ملف شائك للغايه، اصبح هناك تحديات هائله تواجه الارض الواقع السوري على النظام السوري والحكومه السوريه ان تثبت بالفعل ان لديها رغبه حقيقيه في العوده الى محيطها العربي، وان يكون لديها رؤيه واضحه لهذه العوده وتقدم نفسها من جديد. اعتقد انه على القياده السوريه ان تسعى الى ذلك بالفعل وان يكون لديها هذه الرغبه والمواقف اللي يقدم الاول. يعني نحن نتحدث عن دوله محطمة داخليا، بنية تحتية محطمة بالظبط، دولة يعني عايدة انتخابه في انتخابات يعني ماشي اوكي، ولكنه يعني لا يتحكم هنقول في ثلث سوريا في نص سوريا يعني هو الوضع دلوقتي افضل من السابق. يعني صحيح في مشاكل، واحنا قلنا الوضع المعيشي متأزم والوضع الاقتصادي يعني شائك والوضع العسكري كمان، يعني اصبح الان الجيش السوري يعني بره المعادله تقريبا بعد الانهاك الواضح اللي انهكه في هذه المواجهات. لكن يعني نحن امام دوله ودوله كبيره، دوله يعني لك ان تتخيل انه المانيا يعني نهضت من هزيمه مروعه في الحرب العالميه الاولى، خلال 6 سنوات استطاعت ان تغزو العالم مره اخرى في عام 45 يعني الحرب العالميه الثانيه. المساله انه خلال 6 سنوات مع اعتراضنا طبعا على ما قام به هتلر والكلام ده كله، كان هناك اراده بقى، لكن كان لديه اراده لاعاده بناء المانيا مره قبل الاراده كان في شعب كمان معلش بالظبط كان في شعب. فنامل ان يعود ان تعود سوريا الى الحضن العربي، ونامل ان يعود المواطن السوري الى بلاده مجددا. نورت الصلاه، شكرا، كل الشكر والتقدير لضيفي الكبير الكاتب الصحفي صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من حوار اليوم، والشكر لفريق عمل حوار اليوم لهذا اليوم، وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم أنا إيهاب اللويندي على خير، إلى اللقاء.